السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفي أخبز المخلوقات على وجه الأرض؟ أيوة يا صديقي، الحيوانات. هتقولي إزاي بس الحيوانات ما عندهاش عقل؟ ما بتعرفش تفكر أصلا. كل كائن على وجه الأرض ربنا خلقه طبع معين، زي ما الأدم مثلا طبع هو ياكل ويشرب علشان يعيش، والحيوان زي كده بس ربنا خلقه مخ مش عقل، وفي فرق كبير ما بينهم. العقل اللي بيقدر يميز إيه الصح وإيه الغلط، ويقدر يفكر ويتحكم في كل شيء، لكن المخ بيبقى قادر على تجميع الغرايز وبس، يعني الأكل والشرب وغيره. والحيوانات برضو عندها مخ وتقدر تعمل اي حاجة عشان تعيش، ومنها الخبيث جدا اللي بتخبث عشان غريزته بس، يمكن كمان يكون اخبث من الانسان. واللي فاكر ان الحيوانات كائنات لطيفة وكيوت، فتعالى يا صديقي اعرفك على اخبث الحيوانات في العالم. اهلا بكم، انا احمد سعد، في الحلقة دي هنتكلم عن اخبث الحيوانات في العالم. لو فتحت الفيديو مش اشتركتش في القناة لغاية دلوقتي، فانت هيفوتك عالم لا نهائي من الغموض. انت لو مشترك في القناة عايزك تفجر فيديو لايكات، واكتب كلمة السر في الكومنتات. يلا بينا نبدأ. فرس البحر. فرس البحر من اكتر المخلوقات الخبيثة على وجه الارض، ان مفيش اي مستعمرة من الحيوانات تقدر تقطعها من المكان بتاعه، لان بطبع قوي جدا، لما بيروح حتة مفيش حد بيقدر يروحها. فرس البحر خطر جدا على الانسان. هتقولي ما هو بيجي في كل افلام الكرتون حلو وجميل وبيأذيش البشر وبيلعب معاهم. للأسف هقولك الكلام ده غلط، ان فرس النهر طبعه حيوان مفترس. مكان فرس النهر دايما هتلاقيه على الانهار والبحيرات والحتت اللي فيها مية، لان اغلبية الوقت قاعد في المية وما يخرجش منها غير للضرورة بس، لكن هو بيتنفس اكسجين زينا عادي. وفك فرس النهر قادر على ابتلاع جمجمة بن ادم. ممكن لو انت هاجمت صغار فرس النهر مش هيسيبوه، انت كده بتبقى خطر على اولادهم وعليهم هما شخصيا، فبيحاولوا كل الطرق يخلصوا منك، وفعلا مش هيسيبوه خالص غير لما يقتلوك نهائيا. وعلى فكرة هما بيقرفوا من لحم البشر. تاني مخلوق قناديل البحر الاسترالي. النوع ده من قناديل البحر بتعيش في شمال استراليا، وخطر جدا على حياة الانسان، اللي نسماه أكبر سمي فتاك في العالم. وزي ما انت شايف كده متقدرش تشوفها، انها اصلا تحت المية بتبقى مخفية تماما. النوع ده من القناديل بيملك 60 مخلب سام، والمخلب الواحد بيصل طوله 15 قدم. والقناديل دي تعتبر من أخبث المخلوقات على وجه الأرض، لأن الفريسة بتموت ومش عارفة الضربة جاية منين، لأن بيقدر يلون نفسه على حسب لون البحر زي ما انتوا شايفين دلوقتي. فعشان كده الفريسة ما بتعرفش تشوف مين بالظبط اللي بيضربها بالسم، هي كده تقدر تصطاد أي فريسة غير ما تشوف. والقناديل أول مخلوق خلق الله من الحيوانات. تالت مخلوق الدب الأشهب. الدب ده بيعيش في أمريكا الشمالية، وهو ممكن يعمل أي شيء عشان غريزه. فالدب ده ممكن يقتل إنسان عشان يفترسه بس، انت لو شفت الدب ده في الشارع اجري، يعني هو مش هيفكر انت فارس صالح للأكل ولا لا، هيجي وراك لغاية ما يجيبك وياكلك. وزن الدب ده بيزيد عن 800 كيلو جرام، لأنه بيتغذى على كل شيء في الطبيعة. طول الدب ده 3 أقدام وسرعته ممكن توصل 30 ميل في الساعة. لو فكرت تخطف طفل من الأطفال عشان تربيه عندك في البيت، فقول لأهلك يا صديقي إنه منسوب عزلت، لأنك لا محالة هتموت. الأفاعي. في أنواع كتير أوي من الأفاعي، والأفاعي من أخبث المخلوقات على وجه الأرض، وأكتر شيء بتتغذى عليه البيض. بيض أي مخلوق على وجه الأرض، وبتحب الفئران جدا، وأي حد بيقرب منها حتى لو مأذاهاش بتعتبره خطر عليها. والعلماء قالوا إن في 450 نوع خطر على حياة الإنسان من أنواع الأفاعي دي، ومن أخطر السموم سم الأفاعي، وفي 250 نوع من الأفاعي يقدر يلدغ الإنسان يموته في أول 3 ثواني، والسم ده بيعتبر من أخطر السموم على وجه الأرض. وفي نوع من أنواع الأفاعي بيلدغ الضحية لدرجة اللي هي بتنزل الدم لغاية ما تموت، والنوع ده هو اللي انتوا شايفينه قدامكم. وكده يكون خلص الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وانا بحاول باقصى جهد والله ان انا اقصر الفيديوهات ولم لكم المعلومات دي كلها في فيديو يكون 4 دقايق او 5 دقايق عشان ما تملوش. فانت دوس لايك ودوس اشتراك عشان تحفزني ننزل فيديوهات اكتر. السلام عليكم. Here we go.